فالواجب على المسلم فيما يتعلق بالإنكار على ولي الأمر أن يقرأ الأحاديث الواردة في السنة في طريقة التعامل مع ولي الأمر، يقرأها جيدا وفي ضوء تلك الأحاديث ينطلق، فينطلق من السنة لا من الهوى. ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. فإذا قرأ الأحاديث وفهمها وعرف دلالاتها وضبط هذا الأمر ونصح لولي الأمر في ضوء هذه الأحاديث أتت نصيحته أكلها. وإن لم يفعل ذلك، نعم قد يقال عن بطل، وقد يقال عن جريء، وقد يقال كذا، لكن هذا لا يقدم ولا يفيد، وإنما الذي يفيد الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ركزت عليه في بدء الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة ينبغي أن تقرأ وأن يعمل بمجموعها وبما دلت عليه. أما أن يأخذ الإنسان حديثا فيعمله في غير بابه أو يفهم منه غير مراده ويعرض عن أحاديث صريحة واضحة، مثل قول عليه الصلاة والسلام: من كانت له حاجة عند ذي سلطان فلا يبدي علانية، فلا يبدي علانية، قال لا يبديه علانية، واضح. وقوله ما ذكر السائل: كلمة حق عند سلطان، ما قال على المنبر، قال عند سلطان. فكيف تفهم الأحاديث؟ يفهم الحديث على غير بابه، ويعرض عن أحاديث أيضا في هذا الباب صحيحة ثابتة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه.